شاء الله تكونوا قاعدتك بخير. ما فهمتش فازوش فيها، جاتها على راني نسافر بيكم هات اليومين غير على إيطاليا. اليوم جبت لكم وصفة تاع لي لازان. لي لازان هادو درتهم بالبلون تاع البولي ولي زيبيناخ، وديرتهم في دي غامكان، يعني كيما يحب الخاطر. اروحوا معايا نعطيكم المكونات ونتكلوا على ربي في الوصفه. انا من طبعي نشري البلوند بولي، يعني صدر تاع الدجاج، ونرحيه وحدي في الدار، يعني باش يكون فريش يعني طازه. يعني ننصحكم تستعملوا نفس الطريقه. المكونات اللي نسحقوها في اللازان تاع البولي، لازانيا تاع الدجاج، هي اول شيء كيما قلت لكم انا الدجاج نشري البلوند بولي صدر الدجاج ونرحيه وحدي في الدار. يعني عجين تاع لازانيا، طماطم مرحيه، حبه بصل كبيرة تكون مقطعة هاكد، سبانخ دي زيبيناخ، شوية توم، وبيان سور كريم بيشاميل اللي جهزتها هنا. الوصفة تلقاوها في فيديو واحد آخر. التيم والرند، الملح، نستعمل غير فلفل أسود وبابريكا وال ميكس ارب، ارب دو بروفونس. نستعمل زيت زيتون طبعا. هادو هما كل المكونات اللي نستعملهم للازان تاع الدجاج. اروحوا معايا نوريلكم الطريقة ونتكلوا على بركة الله. اول شي نبداو نحطوا الزيت يسخن، بعد نحطوا البصل ديالنا، فوالا، نزيد له الوريقات تاع الرند، نخلوه يتقلى مليح لمدة 5 دقائق. نخلط مليح، نبدأ نبدل الثومات، نضيف الدجاج، الدجاج شويه نضيف له السبانخ ليزيبيناخ. الله يا السبانخ اللي طايحه، باش يفهموني كاع، لازم باش يفهموني كاع اللي يحبوه، باش يفهموني كاع صعيبه شويه. فوالا، دوك نحط الملح،
هذا الفلفل الأسود، هذا الميكس أير أر دو بروفانس، والبابريكا. دوك يا البنات نضيف لهم طماطم باسكو نغلق عليهم، نزيد لهم لي طوماط. هكا شوفوا فازو كيفاش مولفه طيب، فهمتها معاكم. وما ننساوش الحبه تاع السكر باش نحي كاع الحموضيه. هذا هو الطياب الحقيقي، وندير الرند هكا من الفوق. نغلق عليهم دوك ونولي لكم بعدين. فوالا كي غلقنا عليها مدة 10 دقائق، غلقت عليها شوفوا كيفاش ولات، ما زدت لها حتى قطرة ما. وثاني تقدروا كي تكون عندكم طماطيش، ما تكونش طماطيش تاعكم حمراء، تقدروا تزيدوا لها طوماط بيوري. فوالا نزيدوا نغطوا عليها مدة يعني 10 حتى 15 دقيقة ونولي لكم ابخي. فوالا الحباب، فوالا لاصوص تاعنا صارت جاهزة. فوالا نخلوها تبرد واروحوا معايا نبداو على بركة الله مع لي لازان. فوالا دوك كل شيء ولا جاهز. ها هي لاصوص تاع البولي لي زيبينار، الدجاج والسبانخ، ولاصوص بيشاميل. لا ريسيت راهي في القناة ديالي. لو فروماج، لي لازان ولي غامكا. انا قررت حبيت نخدم في لي غامكا، 4 غامكا كل واحد ديالو. اروحوا معايا نوري لكم الطريقه. اول شيء انا عندي هذا باش نسهل عليا الامور، نحط فيه صوص بيشاميل حتى في الجزائر راهم يتباعوا. فوالا نحطها كاع باش تجيني طريقة سهلة. فوالا فوالا هاكا، ونخليها لهنا ونبداو. اول شيء نحطو شويه تاع البيشاميل، هاك في الغام كمان الاول، وما بكي تحبوا تخدموا في فوالا. ناخذوا اللازان نحطوا فيها الصوص. فوالا هكذا بهذه الطريقة. فوالا أنا نحب ندير فيها شوية بيشاميل هاك من البصل. فوالا هاك، ونحط الفخوماج. انا الفخوماج ما نحبش نحطه في الاخر، نزيد نحط الورقه تاع
وزنها اللي تكون قد قد، نقص لها شويه من الاطراف. يلا نزيد نحط لاصوص، ما نحطلهاش بيشاميل، نحط لاصوص البيشاميل نحطها من فوق. يلا نكترش نحط اخر عندنا هكذا من فوق، تقدر تكون هكذا تسوى سوا. نكمل هاد اللي قعدت لي هنا، يعني انت التبديل ماشي مليح. نستعمل هذه من الصباح وانا نشوف فيها. هذه لا بيشاميل هنا، كملوها هكا من فوق. هنا ونكملو نديرو البيشاميل هكا. فوالا عمرتها فخوماج هكدا، دو بريفيرونس نهبطو للاخر. وانا لي لازان ما نغليهم ما والو، يعني تا لي لازان نستعملهم هكدا باش يطيبو في الفوخ، وما نستعمل والو. دوك ما نحط فخوماج، ديجا لا بيشاميل درتلها الفخوماج. ما نحبش انا، نحب لا بيشاميل هكذاك تكون من الفوق. كي تخرجيها تحبي ديري فخوماج زيدي، ولا يعني تا واحد زوج دقائق ولا قبل ما تطفي عليهم ارمي شويه فخوماج. ها فوالا، وهكذا صارت جاهزة. دوك نكملهم كاع ونعاود نولي. راني جهزتهم كاع، ودوك نحطهم في الفوخ، نحطوهم في الفرن مدة واحد يعني 30-35 دقيقة، ونرجع لكم بعدين. صاروا جاهزين لي لازان تاعنا، اروحوا معايا ندوقوهم. فوالا، وشفتوني انا استعملتهم بلا ما نطيبهم. شوفوا فوالا ان ديليس. يا البنات، اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وشاركوني في قناتي.